الحقيقة أن الكلام يفتح آفاق ذهن الإنسان. في علم الكلام العلماء يقولون إن الله تعالى مساو عنده أن يخلق 1,000,000,000 كون أو أن يخلق نملة صغيرة، مساو عنده قدرته على حد سواء. إن الله يعطيك دينار أو مليار من الدنانير قدرته متساوية، كما أن علمه متساوى. الله سبحانه وتعالى يعلم الذرة الصغيرة كما يعلم الكون الكبير، لأن هذه من خاصية المجرد، لأن المجرد لا قرب له زماني أو مكاني، فإذا لا قرب له تكون نسبته إلى كل شيء على حد سواء. علميا هذا ثابت، عقليا هذا ثابت، كتابيا يعني قرآنيا هذا ثابت. يعني أن الله إذا كان بشر قوي، هذا قوي في اصطلاحنا، سلاح في اصطلاحنا، مال في اصطلاحنا، كل شيء في اصطلاحنا، أمام الله أقوى الأقوياء وأضعف الضعفاء بمقدار واحد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.